نحن اليوم أمام إنجاز رائع لمدرسة بنات كفل حارس الثانوية بعد أن أنجزوا على مستوى الوطن وأخذوا المرتبة الأولى في أحسن شركة طلابية ونافسوا على مستوى الوطن العربي، وكانت المنافسة شديدة واستطاعت بناتنا الطالبات وبدعم من المدربين وبدعم من مديرة المدرسة ومن الهيئة التدريسية في هذه المدرسة الرائعة الفوز على مستوى الوطن العربي. أكيد هالمبادرات التربوية وهالشركات والمشاريع اللي بتصير في مدارسنا ما بتنعمل بيد واحدة، هناك تكاتف للجهود ما بين وزارة التربية والتعليم ممثلة بمديرية التربية والتعليم وطاقمها، مثلا بالأستاذ قيس نبهان مدير عام التربية والتعليم، أيضا كافة الأقسام في المديرية بالشراكة مع مؤسسة إنجاز، بالشراكة مع طلابنا اللي هم مبدعين ومبتكرين ولديهم العديد من الطاقات التي تحتاج إلى رعاية وتفجير. هذه الطاقات الشابة في كل عام نجد اسم فلسطين يرفع عاليا في المحافل الدولية. شركة أوتزم لسوارد كمباني هي شركة طلابية جابت فكرة سترة التحفيز الحسي لأطفال اضطراب تاف التوحد، واللي هي كان عليها موجود جهاز اهتزاز وقطع. هاي القطع ذوات ملامس مختلفة بتساعد الأطفال أو بتساهم في حل المشاكل الحسية لدى الأطفال، وبتوفر كمان الوقت والجهد على الأخصائية. بالبداية أول إشي كان عندنا مسابقة على مستوى فلسطين، الحمد لله تم بحمد الله، أخذت أفضل شركة طلابية على مستوى محافظة فلسطين، ثم استعدينا لأنه نطلع إقليميا. طبعا يعني كان الموضوع شوي صعب وكثير فيه تحديات نظرا انه احنا توجيهي، بس طبعا احنا وازننا وكان تقريبا شيء بالنسبه لنا يعني مش يعني سهل نوعا ما، بالإضافة لانه احنا استعدينا وعملنا كل شيء علينا وتعبنا وحكينا خلاص انه الباقي على ربنا اكيد حيكون وانه الله يختار لنا الاحسن. وبعدين تم بحمد الله بعد ما عرضنا طلعت نتائج أوتزم لسوارد كمباني افضل مسؤولية مجتمعية على مستوى الوطن العربي. هي شركة بتساعد الاطفال اللي عندهم أطفال اضطراب طيف التوحد، شركتنا هي شركة بتساهم بتساعد الأطفال اللي هم موجودين في كل العالم عن طريق إنه بنرسم البسمة على وجودهم وبنساعدهم. شركتنا الطلابية بتكون حافز كبير للمدارس الثانية لأنها تشارك في هاي المسابقة مع إنجاز.